عصفورة قالت لنا يا ويلك يا الله أنا طالبة أحب الغسيل من بداية رمضان لليوم جاي العيد ولا جابوا أحب الغسيل أنت قبل الحلقة تقولين أنت بين فرق الظاهر أنت ضدي واضح أنا معك أنا معك طيب ممتاز تمام تقول العصفورة أن في بعض الناس ما أدري إذا من يوافقني القصة هذه كان بعض الناس يسجلون في الكاسيت صوتهم وبعدين يروحوا يقدمون الكاسيت هذا قبل ما والدهم يطلع من البيت يبغى يسمع الكاسيت ده كان اعتقد يسجل قران انا قالت لي العصفوره نفس الموضوع ايش القصه ايش القصه عنده ها يلا تفضل اقولها لا 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 يلا قل هذه عمري انا 4 سنوات طبعا اقول لك انا احنا احب يعني الحن اي حاجه اشوفها قدامي يعني امسي اول شيء على اهلي كلهم بالخير اكيد اكيد نقول لهم كل عام وانتم بخير ان شاء الله بخير واخويا بدر طبعا هو اللي دائما انا اتناكف انا وياه في ايوه في الامور هذه أيه. ف يعني اي حاجه نكتبها احنا ماشيين طقطوقه او اي حاجه احنا ماشيين كده نلحنها نقولها اخر يوم اختبار معانا الاستاذ مثلا نقول حاجه خفيفه كده على الاستاذه بس ما ينفع نقولها اي طبعا عيد يعني ما نبي نجيب العيد انا بالضبط احب الحن اي شيء قدامي وحتى اكتب عندي سجيه كذا بس كتابه الله لا يوريك يعني فالوالد كان عمري 4 سنين ما شاء الله وكنت اسمع بدايه ما سمعت القارئ المقرئ عبد الصمد عبد الباسط وكنت جدا صراحه انا معجب فيه وطريقه القاء وقراءته لانه يكون يعني يبدا بالتون الخفيف الهادي بعدين يطلع فوق لاخر السلم بطريقه عجيبه جدا ومع الايه نفسها يعني انت الايه توصلك بطريقه جدا جميله فقلت اسوي زيه ورحت سوالين الضيوف طبعا هناك ما احد يدخلها سوالين الضيوف الا في كل مناسبه يعني لاني بزعق بصح البيت فأخذت معايا ووكمان صغير تذكرون الووكمان إلا إيه والكاسيت كاسيت ما أدري إيش كان فيه كمان سجلت عليه المهم رحت على واحدة من الصوارين وسجلت كنت أسجل فالآية هو كان الشيخ لما يقرأ الآية يوقف 3 ثواني 4 ثواني فأنا أقول الآية بأعلى صوت وتجيني حكة في حلقي لازم أكح وأجري بعيد برا الصالون أكح وأجي أقول الآية اللي بعدها علشان ما تطلع الكحة في التسجيل عرفت وأخلص من ذا الشريط وأروح للوالد أقول له طال عمرك هذه بس هدية كذا لو تسمعها وهذا يرجع من الدوام يقول لي إيش الهباب اللي سمعته لا عاد تعيدها